هذه هي بذور الكتان، مصدر نباتي لأحماض الأوميغا 3، ولكن يجب أن نتعلم كيف نستثمر هذه البذور من أجل صحتنا، وما هي الخصائص العلاجية التي تتميز بها هذه البذور العملاقة؟ إشادات من مختصي التغذية العلاجية بهذه البذور العظيمة، والتي تعد مصدراً غنياً بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية أوميغا 3. وبذور الكتان عزيزي المشاهد تعد المصدر النباتي الأفضل للأحماض الدهنية أوميغا 3، خاصة للأشخاص الذين لا يأكلون الأسماك التي يحتاج إليها جسم الإنسان بشكل كبير. ومن بين فوائد هذه الأحماض الدهنية أنها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في بناء الخلايا العصبية وخلايا المخ، كما تساعد في تحسين تدفق الدم. وسنتوقف اليوم عند هذا المسار المهم، كيف لإضافة هذه البذور إلى نظامك الغذائي أن يلعب دوراً رائعاً في بناء الخلايا العصبية؟ هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تفكيرنا وتركيزنا، وتؤثر كذلك على قدرة رد فعلنا السريع. عزيزي المشاهد، يعد دماغك الأكثر تعقيداً في الجسم، ووظيفته تبقى ذات أهمية كبيرة، بحيث أن أي ضرر يحل بخلايا هذا العضو الرئيسي يؤدي مباشرة إلى تعطل أحد وظائف الجسم، أما توقفه فيعني توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل. والتغذية السليمة تؤثر بشكل كبير على القدرة على التفكير، ومن الأفضل أن يتناول المرء في وجبة الإفطار أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي يجب أن تضاف هذه البذور إلى وجبة الإفطار على الأقل مرتين في الأسبوع. كما أن التغذية السليمة تؤثر بشكل كبير على القدرة على التفكير، ومن الأفضل أن يتناول المرء في وجبة الإفطار أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، وغنية بما يحقق بناء الخلايا العصبية وخلايا المخ، وما يحسن في تدفق الدم. وتلك الأحماض الدهنية التي تتوفر في هذه البذور العملاقة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف. وإذا ما أردنا أن نقترح عليك عزيزي المشاهد وجبة إفطار مثالية تستحضرها على الأقل مرتين في الأسبوع، فإننا نقترح عليك تناول وجبة البيض المسلوق، ويفضل أن يكون بيضاً عضوياً من الدجاج المتغذي على الأعشاب، ويضاف إلى جانب البيض مجموعة من المكسرات النيئة مثل الكاجو والفستق الحلبي النيئ واللوز والجوز. وبعد تناول هذه الوجبة يفضل أن يتم تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان، ويشترط عند تناولها للاستفادة منها مضغها جيدا، الخطأ الذي يقع فيه ملايين البشر حول العالم هو بلع هذه البذور مع كوب من الماء، وللأسف الشديد عند بلعها لا يتم الاستفادة من المواد الفعالة والأحماض الدهنية التي تحتويها هذه البذور العملاقة. والطريقة الأفضل للاستفادة من تلك الخصائص العلاجية هو مضغ هذه البذور وبعد ذلك بلعها. ودعونا هنا ننوه إلى الخطأ الآخر الذي يدمر أولاً فوائد بذور الكتان ويجلب ضررها، وهو تعريض هذه البذور للحرارة. ووفق ما تحدث استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة، فإنه لا يجوز أبداً أن تتعرض هذه البذور للحرارة، إذ أن غليها يصبح مصدر خطر على صحتنا، ونتجاوز بتعريضها للحرارة كل فوائدها العظيمة. تناول هذه البذور من أفضل طرق تقوية الجهاز العصبي ووقايته من الأمراض، وهذه البذور من الأصناف التي تعزز الجهاز العصبي،
ومن الضروري الحصول على التغذية الجيدة للحفاظ على سلامة الخلايا والتي تساعد على تحسين صحة وتقوية الجهاز العصبي، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية ببعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للأعصاب، والتي من أهمها بذور الكتان التي تحتوي على الأحماض الدهنية. وإذا ما أردنا أن نتحدث قليلا في منظومة بناء الخلايا العصبية وخلايا المخ وتحسين تدفق الدم وتعزيز عمل هذه البذور في جسم الإنسان لتعزيز صحة الأعصاب، فينبغي علينا أن ننتبه أيضا إلى المغنيسيوم، ويمكن تناول هذه البذور بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع المغنيسيوم الذي يعد من أهم العناصر الغذائية لصحة العقل والحد من القلق والأرق ومشاكل النوم. ويمكن العثور على المغنيسيوم في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الموز، ويمكن هنا تناول موزة واحدة وإتباعها بكوب من الكاكاو المر الغني بالمغنيسيوم وإتباعها بملعقة صغيرة من بذور الكتان. فيتامينات بي، خاصة فيتامين بي12 الهام لنظام الجهاز العصبي للقيام بوظائفه بصورة أفضل، كما أنه يعزز صحة العقل ويقلل من تشوش الدماغ. وعادة ما يتوفر فيتامين بي12 في المنتجات الحيوانية وعلى رأسها الكبدة، ويمكن هنا تناول طبق من الكبدة وبعد تناوله ملعقة صغيرة من بذور الكتان بعد مضغها وبلعها. الأوميجا 3، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 لتقليل خطر الإصابة بضعف الجهاز العصبي، وهذه البذور من أهم الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3، وهي ضرورية لتطوير وعمل الجهاز العصبي بشكل جيد، وتساعد في تحسين عمل الخلايا العصبية وتحسين انتقال العصب. ويكفي أن تعرف عزيزي المشاهد أن هذه البذور مصدر غني بالألياف الغذائية، وهي ملين طبيعي للأمعاء، كما تمد الجسم بعنصر الكالسيوم لتقوية العظام، وتمده بفيتامين ها. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم، شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. نحن معرفة وأكثر، هدفنا دستور غذائي كامل، نستحضر أكبر قيمة ننتمي إليها، نفع البشرية في كل مكان، يستطيع كل إنسان أن يستفيد أكبر فائدة إذا وعى ما نذكره من معلومات أسهم في كشفها والوصول إليها آلاف العلماء والأطباء منذ فجر التاريخ. الطبيعة هي الأم الأولى للبشر، وهي ملاذهم الأخير، وشعارنا اعدل عن الدواء إلى الغذاء.